وبمشاركة وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود اختتمت بنيروبي أقول بنيروبي أشغل دورة رفيعة المستوى الأولى للجنة الفرعية لمجلس وزراء إفريقيا والمتخصصة في السياحة، حيث اتفق المشاركون على إدراج مقاربة الجزائر في البيان الختامي للدورة من خلال الإشادة بدورها بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في تعزيز وحدة الاتحاد الإفريقي ومساعيه في الرقي بالقارة السمراء، هذا من خلال هياكل ومؤسسة الاتحاد الإفريقي.